هذا هو المكان اللي غادي نقوموا فيه بالخدعة ديالنا. هو عبارة على سيارة إسعاف، الفريق تيجهزها بكل التقنيات وتيانستالي الكاميرات في كل الزوايا باش الصورة تكون واضحة وردة فعل الضحية توصلكم مشاهدينا. ضيفنا اليوم ماشي عادي، مول ألف حجاية وحجاية اللي تيأمن بأن الحيلة أحسن من العار. ولكن يا مولاي خصك ترك بالك. الله ودي يا صالح، دير نية وبات مع الحية. والله سيدي والله ما لقينا كيفاش نحكوا داروسنا، راه البيع والشراء كثير، توابت رفيعه. واه كامل كاظمي فنان استطاعت نجوميته، اعمال مغربيه ابرزها سلسله حديد دان اللي لقات نجاح كبير واكبر نسبه مشاهده. باللي حرام بلا ما يعرفوا منين جبتو كيفاش قورتو الضحيه. انا كنسمي الضحيه اللي غادي يدور عليه هذا السيناريو. صافي ما تهرس لي راسي، راه قلت لك غادي نفكوا منهم. صافي سالينا، خليوه يثق على انه مخطوف واننا غادي نديه لشي بلاصه وفعلا كاين واحد السرقات مات في لافون. انا كنعتبر هذا هو التمثيل الميداني، هنا فين كيبان الممثل. يعني خصك تكون ماشي داكشي ديال اكسيون كوبي. شويه دابا وليت خدام في لابيلانس. كمال الكاظمي اللي غادي يحاول يخطف بعض السيدات من بعد ما سرق بنكة وزيدها بالمخدرات والفلوس اللي عنده في الامبولانس. اسيدي خليكم معايا، شوفوا كيفاش غادي يكمل هذا الشيء. ونتمنى نرجع حديد دان عاوتاني، حتى هادشي ديال حديد دان، هاد المقاليب وهاد الشيء، نتمنى عاوتاني نسلك الامور. ما قدرش تضرني، ما تقدرش نحركها ماما. لا ماشي مشكل، انا اللي غنتكلم. هذه راه من العائله، هذه اللي شي تلجلي في هذا النص. متينا شاف صافا فكون هذه كون هذه ولا السبيطار لا ولا ساعه جيتي الله يحضر السلامة وصافي. الو الو السلام. لا صافي كون هاني، الأمانة هي كاينة موجودة. لا ما غاديش نتعطلوا، شوف نفس الوقت وفي البلاصة فين قلنا لك. داكشي راه كل لا البوليس ما سرق لا خبر لا والو، داكشي كله غادي يكون هو هذاك ان شاء الله. غير كون هاني صافي، الأمانة راه موجودة، راه هي كاينة هنايا. صافي خصك عاد تكون تهاني وصافي. عندنا غير واحد بتي بروبليم أنا غادي نعالجوه دابا وصافي، ماشي مشكل. لا ما تخافش. الأمانة هي كاينة هنا، راه حدا السيدة كاع هي السقاوة هنايا، كلشي موجود، ما كاين حتى مشكل، غير أنت كون هاني وصافي. شوف شي بلاصة وقف هنا، باغي نعود عندكم. قلت لك شوف شي بلاصة نوقف فيها الله يستر عليك.
وقف وقف هنا. علاش السيدة توقف فيك غادي بينا للسبيطار؟ لا 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 ما احنا عارفين اش كنديروا. الله يخليك. لا واش عارفين اش كدير؟ قلتي لي غنمشيو للسبيطار. الله يخليك. وريني عارفين اش كندير. والدرية كتموعتها كتغوت السيدي بدار رجليه. ما تقولي حتى هضره الله يرضي عليك صافي. يلا بنتي نهبطوا بحالها انا نهبطوا ناخذوا طاكسي. شنو غادي نوصل بهاد اللي عطيتي لنا؟ شنو غادي نديرو؟ صافي دابا كون انا صافي. وانت جيت للعين ديال فين؟ راه راجل واش غنديرو؟ واش ما حيتنا نمشيو حنا ولا نديرو فين؟ شنو هذا بجد المصيب؟ قلنا شي حل اصاحبي. اش مسألة حل دابا ولا انت جابك لينا كاع صاحبي؟ اش هذه هي الطريقة صاحبي؟ قلنا شي حل ما يمكنش نبقاو غادي نبقاو هذه السيدة معنا دابا. وقفك البوليسي والروينة شنو دابا اللي عطا الله عطاه؟ قلنا شي حل. غادي نلقاو الحل هاري. صافي ما يمكنش نبقاو غادي نبقاو فيه حنا دابا. شريف شد لي الطريق. كاين حتى شي حاجه ما كاين. الله يحفظك. شوف اسيدي ما عندكش الحق تقلبي. الله يستر عليك. ما عندكش الحق حتى عندكش الحق تهزني حتى انا ندي بنتي. انا باغي نحمل بنتي في الطريق. راه وصلوك البنت. ما تحسنا صافي سيدي انا الله كثر خير. الله يجازيك بخير. الله يرحم والديك اسيدي. وقف 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 وقف. صافي صافي انت صافي صافي اسيدي بعدك السر. ما انا ما شفت مريض. انا حطوا لي هنا نمشي بحالات. لا 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 ما تقلقش. ماما فيها الدوخه. بنتي ماما فيها الدوخه. انا نحمل في ظهر سيدي. ماما واش الدباب فيها الدوخه؟ تسنى ماما فيها الدوخه. ماما فيها الدوخه. ياكم انا مش حابه واش تقي عليها. يلا بنتي نوضي. ماما فيها الدوخه. حملك نوضي. ماما قلت ماما قلت ماما راه عيطت. ماما قلت ما تقلقش فيها الدوخه. ما قلتش نوضي فيها تضروني فيها الدوخه. وانا قلبي غادي يسكت. عرفني بسيدو عرفني ما وخدش وكو مازال ما مشيناش للشيخ لليوم وحدنا باقينا لا ما تخافيش ماما عارفك ماما دوزي لي سيدي. ما علاش حداك بنتي دوزي؟ ما عرفتش عرفت نتايا صحتي معنا حنا معاها وحنا معاها صبا. ماما قلت ما تقدرش ماما مشروحه ما تهدرو كنتي ما تقدرش. صافي يلا انا جالسه وقفوا وقفوا زيدي حد رجلك حد رجلك. لا تكسر لا تكسر. باش هادي اللي ضر عليها. لا حدري هادي الاخرى. لا نحملك. واش تعجبتك تبقى فوق البياض؟ واش غنشوفو غير فين غادي؟ فين غادي؟ ماما غادي تفوتو عندي غادي نشوفو حنا. دابا راسي راه قلت لك غادي نتفكو منهم صافي سالينا. وغادي اللي نتفكو منا ونوض يا بنتي نوضك اللي نتفكو منا نوض. ماما قلت واش كتفكو منا؟ باش تنفعي دابا بنتي واش تيتفكو منا بغيتي نتفكو منا؟ زوج قرطاسات غادي يفدو لنا المشكل. ماما طلب لي سيدي الباب. واش يا بنتي؟ واش غادي نسلع داك السر؟
ماما كتسنيك فالصوك سيري في هذا كيجي عندك ما تقدرش ماما بنتي هادي تحاولي تنوضي واستبس كي خليني نسمع واش كيقولوا اش غادي تسمعي سمعتي اسمعي واش كيقولوا اسمعي واش كيقولوا صافي هو سكت بالنسبة لي أنا دوزت لحظات زوينة قضية أننا نشارك في كاميرا خفية وندير مقلب لشي واحد أنا ما من عادتي ما كنقبلش هاد ولكن اللي كيطغى عليا واللي تيكون أقوى مني هو كنبغي نجرب إمكانية ديال التمثيل واش أنا باقي واش قادر أنني حتى قضية الكاميرا الخفية راه بالنسبة لنا حنا كممثلين يعني راه بحال الشكل ديال التياتر يعني تم كتبان كتبان القوة ديالك واش فعلا قدرتي أنك زائدة قضية ديال أنك واش فعلا هو يعني شي إنسان تيقول لك راه هذا هو فلان ولكن أنت كتمحيها ليه من دماغه وخصك تكمل القصة ديالك وتكمل السيناريو ديالك يعني هذا جميل أن الأم مع بنتها ولقات بنتها في واحد السيتياسيون اللي فيها الإجرام وعصابة وغاديين بهم بان داك الحب ديال الأم وبان داك الخوف وبان بان على أن الأم بغات دير أي حاجة باش تنقض راسها وتنقض بنتها ولكن كان التفكير كله ماشي فيها هي كان التفكير في بنتها هو الأساسي ماما فكرة جميلة وتبارك الله عليكم.